مرحبا بكم وليدي إدريسي من جمعية الصداقة المغربية الألمانية دي ام اف. اليوم تنحتفلوا بالمسيرة الخضراء المضفرة وفي نفس الوقت عيد الاستقلال. الله يجعل هذه الأعياد تدخل علينا بالخير وتدخل على صاحب الجلالة بطولة العمر والصحة والسلامة والعافية. وهنا تنأكدوا تنجدوا لولاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والقضية تاعنا الوطنية اللي ما تنساوهاش ألا وهي قضية الصحراء المغربية. ودائما هذه الجالية المغربية في كل مكان وخصوصا في ألمانيا تتبين عن التحام الشعب بالوطن تاع الأم وبالملك نصره الله وتقول دائما الله والوطن والملك. وبهذه المناسبة تنقول باسم الجالية المغربية المقيمة في ألمانيا الصحراء المغربية إلى آخر الأبد ولو يعني حبة واحدة بالصحراء ما نسمحوش فيها. وكمسؤول يعني هنا سياسي ما هذه المسؤولية السياسية اللي هنا في بلد المهجر ما خلاتنيش باش نوقف باش ما ندافعش على بلادي. لا بالعكس عاد زادت لي قوة باش في أي محفل سواء كان هنايا في البرلمان الألماني أو في أي محفل هنا في ألمانيا لا بد أن أقول الصحراء المغربية أحب من أحب وكره من كره الله الوطن الملك. وشكرا لكم ودائما مغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد بنوه رئيس المجلس المركزي للمغاربة بألمانيا. نحضر اليوم بكل فخر واعتزاز وفرح كبير بالمناسبة الغالية وهي ذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة التي نظمها الشعب المغربي سنة 1975 تلبية لنداء جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني آنذاك رحمه الله. تلك الملحمة التي ستبقى خالدة في أذهاننا خصوصا وأني كنت صغيرا في تلك الفترة وعايشت تلك اللحظات التاريخية الحاسمة التي أبان فيها الشعب المغربي قاطبة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب عن وطنيته الصادقة والقوية وولائه وطاعته لأمير البلاد المغفور له الحسن الثاني الذي ابتكر هذه المسيرة التي أبهرت العالم صراحة وبفضلها تم استرجاع أقاليمنا الجنوبية الصحراوية بطريقة سلمية وآمنة اندهش لها الجميع. ونحن اليوم ما زلنا على قيد الحياة نعيش الذكرى 46 لوقوعها. فهذه المرة نستحضر هذه اللحظات في البلاد المهجر بديار ألمانيا. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه القماح محمد علي رئيس المجتمع الصحراوي المغربي بألمانيا. حضورنا اليوم ولله الحمد إن كان يدل على شيء فإنما يدل على توحيد صفوف أبناء الجالية المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. وهذا الحدث الذي قام به العاهل المغربي الملك الحسن الثاني طيب الله طراه كان حدث عالمي يشهد له العالم وهو المسيرة الخضراء بتكوين 350 ألف مواطن ومواطنة مغربية منطلقين من شمال ومن شرق وغرب المملكة إلى جنوبها للدفاع عن وحدتنا الترابية. وبصفتي رئيسا للمجتمع الصحراوي المغربي أدافع عن هذه القضية من صميم قلبي ونتمنى من المولى عز الله سبحانه وتعالى أن نشاهد أقاليمنا الجنوبية على أحسن ما هي عليه الآن وتماشيا على مع الموضوع ألا وهي المسيرة الخضراء. لقد قام ولله الحمد الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بإنجازات كبرى في أقاليمنا الجنوبية من بنية تحتية مطارات طرق سيار إلى غير ذلك. ونلاحظ في الفترة الأخيرة
ما قامت به الولايات المتحدة من اعتراف كبير بمغربية الصحراء بقيادة رئيسها السابق دونالد ترامب، وهو ما أدى بالعديد من الدول الصديقة والشقيقة منها الغربية والإفريقية إلى إنشاء قنصليات في أقاليمنا الجنوبية. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أن المغرب في صحرائه. ومن هنا أود أن أجدد كلمة إلى جميع نيابة باسمي ونيابة عن جميع أعضاء المجتمع الصحراوي المغربي، أننا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، وأننا سنبقى دائما ندافع عن قضيتنا، عن قضية وحدتنا الترابية ولو بدمائنا.